السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين، اليوم درسنا راح يكون حول تشغيل محركين بالتناوب. يعني أنا مثلا عندي المحرك الأول والمحرك الثاني، أريد أول شيء يشتغل المحرك الأول، ورا فترة يطفي الأول ويشتغل الثاني، وبعد فترة يشتغل يطفي الثاني ويشتغل الأول، وهكذا بشكل أوتوماتيكي. فشلون راح نصمم هاي الدائرة؟ قبل ما نبدأ بالشرح لا تنسون الاشتراك وتفعيل زر الجرس على ما تصلكم الفيديوهات الجديدة، الفيديوهات اللي موجودة بالقناة خاصة بالكنترول، وإن شاء الله في كورس خاص بالبي ال سي للمبتدئين راح يكون عدة مستويات، وأيضا سوينا قائمة خاصة بالكلاسيك كنترول من تضغط عليها بقوام التشغيل من تضغط عليها بها جميع الفيديوهات مرتبة بالتسلسل. نرجع للدائرة مالتنا. بالبداية أنا فرضت عندي مصدر تغذية 3 فيز، ورسمت دائرة الباور على مود الفيديو ما يكون طويل. دائرة الباور جدا سهلة، وهي قاطع الرئيسي والكونتكترين، الكونتكتر الأول سميته KM1 وKM2، الكونتكتر الثاني على شغل الموتور الثاني، أوفرلود الأول F1 والإف أوفرلود الثاني F2، والموتور الأول والموتور الثاني يدخل لل 3 فيز بالكون القاطع الرئيسي، يخرج من القاطع الرئيسي يتوزع على الكونتكتر الأول على الكونتكتر الثاني، يعني الخط الأول يتوزع على الكونتكتر الأول وعلى الخط على الكونتكتر الثاني، الخط الثاني هم كذلك على الأول وعلى الثاني، والثالث هم نفس الشيء على الكونتكتر الأول على الكونتكتر الثاني. يخرج من الكونتكتر الأول يروح وين؟ على الأوفرلود، على الأوفرلود الأول. هذا الأوفرلود الأول يخرج يدخل بالأوفرلود الأول يروح وين؟ على الموتور الأول، وهكذا نفس الحالة بالنسبة للكونتكتر الثاني، يدخل بالأوفرلود الثاني يروح على الموتور الثاني. فشلون راح نصمم دائرة الكنترول اللي راح تتحكم لي بهاي الدائرة؟ أنا راح أفرض نفسي بالبداية أنا ما أعرف هاي الدائرة شلون تتصمم، فشلون راح أتعلم التصميم وتفكير بصورة صحيحة؟ فأول شيء هاي بالطرق المعتادة أحتاج شنو؟ قاطع رئيسي خاص بالكنترول راح أسميه سي بي أو أي اسم أنت تريده، ماكو مشكلة، المهم ما تكون الأسماء مش شابهة. فهذا الجوزة أو القاطع اللي هو خاص بالكنترول، فيدخل بيه أي من أي فيز من الفيزات خط للكنترول، وتقدر قلنا تجيب هذا الخط منين؟ من بعد القاطع، يعني من بعد القاطع الرئيسي خاص بالبور أجيب هذا خط للكنترول، راح يكون على مود من يطفي هذا القاطع تفصل عندي دائرة الباور ودائرة الكنترول. لكن احنا هنا اللي على مود يكون الرسم واضح، يخرج من القاطع وين المفروض يروح؟ على سويش الطوارئ، فاجيب سويش طوارئ اضغط من هنا واجيب هاي السويتشات موجودة، اجيب سويش الطوارئ، هذا سويش الطوارئ تمام، تقدر تسمي اي اسم تريد هنا تمام. بعد ما يدخل يخرج من السويتش القاطع الرئيسي يدخل بسويتش الطوارئ، يخرج من سويتش الطوارئ وين يروح؟ لازم اجيب شنو؟ الاوفرلود الاول والاوفرلود الثاني، النقاط مغلقه من عنده، فاضغط وين؟ هنا على هاي البوتوم، واضغط على هاي النورمال كلوز مالت الكونتكتر، عفوا مالت الاوفرلود. هذا الاوفرلود شو اسمه؟ الاوفرلود الاول انا يعني مسميه اف 1، هذا الاف 1، اوفرلود الثاني هذا الاف 2 تمام، اللي هنا جدا واضحة. يدخل بالنقطة الأولى، يخرج من النقطة الأولى يروح بالنقطة الثانية، هاي النقطة الثانية تمام. بعدها وين المفروض يروح؟ على سويتشات التشغيل، سويتش التشغيل الأولى وسويتش التشغيل الثانية، فأجيب سويتشين، واحد للتشغيل واحد للإطفاء، فأجيب هذا السويتش الأول للتشغيل لأن نورمالي أوبن، وهذا للإطفاء. فشنو راح اسميها؟ لازم اغير التسمية مالتها لان هذا بسمي كلها نفس، صارت نفس الاسماء، فراح اسمي هذا اوف وهذا شنو؟ اون، ما يصير اسميها نفس الاسماء تمام. هذا راح يصير سويتش الاطفاء، وهذا ايش راح يصير؟ سويتش التشغيل، هذا اذا يدخل بسويتش يخرج من النقطة النورمال كلوز اللي هي خاصة بالأوفرلود يروح وين؟ على سويتش الإطفاء، يخرج من سويتش الإطفاء يروح على سويتش التشغيل. سويتش التشغيل شي يشغل الكونتكتر الأول، هذا الكونتكتر الأول وهذا الكونتكتر الأول تمام، هذا الكونتكتر الأول. إذا هسه سلكنا الكونتكتر الأول، شنو بقى؟ بقى دارت الاستمرارية اللي خاصة بالكونتكتر الأول، على بده يبقى الموتور مشتغل اللي هي كي ام 1، لان انا بسمي الكونتكتر الاول كي ام 1، فاذا هذا كي ام 1 والكويل مالته ايضا راح اسميه كي ام 1
فراح تربط هاي على التوازي ويا سويتش التشغيل، تمام؟ الى هنا تمام. بنفس الوقت اللي يشتغل بالكونتكتر اريد يبدي وقت يعد على مود يشغل الكونتكتر الثاني، فلازم اجيب شنو؟ تايمر. هذا التايمر اضغط وين؟ هنا على الكويل، واضغط على هذا اللي هو كونكشن تايمر احسمي T1، تمام. راح اربطه على التوازي ويا هذا الملف، هذا سميناه T1. اضبط الوقت مالته على 5 ثواني، انقر عليه نقرتين واحدد هنا الوقت اللي اريده 5 ثواني، تمام. هسه هذا الوقت التايمر هو راح يشغل لي شنو؟ الكونتكتر الثاني. فاذا لازم اجيب نورمالي اوبن للتايمر، اضغط وين؟ هنا، وهاي نورمالي اوبن، هذا اضغط هنا، وهاي نورمالي اوبن مالت التايمر، هذا حسميها T1، هو راح يشغل لي التايمر. راح اخذها من هنا او تتاخذها من هنا، ماكو اي مشكله، تمام. اخذها من هنا على مود الرسم يكون واضح. وانت بالحقيقه من تاخذه؟ هو هذا الشامبر تاخذه يغذي النورمالي اوبن، شامبر من الكويل على المشترك الاول ويخرج من المشترك الاول، يروح يخرج من عفوا يدخل بالمشترك الاول يخرج من النورمالي اوبن الاولى، وين يروح؟ يغذي الكويل الثاني. انا اجيب الكويل الثاني مالت الكونتكتر الثاني اللي هو KM2، فوصل هذا مباشرة عليها. الى هنا كلش تمام، هسه جدا واضحة الدائرة. هسه من راح يشتغل الاول ورا فترة راح يحسب الوقت راح يشغل الثاني، اريد من يشغل الثاني شبيه الاول يطفي، فاذا لازم اجيب انترلوك هنا اخليه. شوف هسه راح اجيب انترلوك، اجيب اروح اجيب شنو؟ نقطة مغلقة. لذلك انا جاي ارسم لك الدائرة بشكل تفصيلي وعلى مود تفهمها. اوكي ام 2 هسه ما راح يشتغل الثاني، راح يفصل الاول. بعد ما كملنا النقطة المغلقة صارت انترلوك، تمام، بشكل بسيط. لو تلاحظ حاليا من يشتغل عندي الكونتكتر الثاني راح يفصل لي التيار عن الكونتكتر الاول، لكن بنفس الوقت شنو يفصل لي التيار عن التايمر الاول. من راح يفصل لي التايمر الاول راح شو تصير هاي النقطة؟ اوبن. ما راح يصير اوبن، راح يرجع هذا شنو؟ يطفي. وانا اريده يبقى مشتغل لازم اجيب، شو اسوي؟ هنا اجيب نقطة مفتوحة من الكونتكتر الثاني على مود تصير دائرة استمرارية. هاي نقطة مفتوحة من الكونتكتر الثاني اللي هنا، جدا واضحة الدائرة. وهاي نفس الحالة، هاي المن تابعة، هاي المن تابعة، تابعة لل الكونتكتر الثاني. شوف هسه راح اعيد لك اياه على مود انت، انا اريدك تفهم ما اريدك تحفظ، انت فكر بيه. هسه اذا اشتغل هذا شنو؟ التايمر الاول. من راح عفوا اشتغل الكونتكتر الثاني، من راح يشتغل الكونتكتر الثاني شلون اشتغل؟ بفعل هاي صارت شنو؟ كلوز، تمام، صارت كلوز لان التايمر وصل الى الوقت اللي انا محدده اله. من راح يصير كلوز راح يشتغل الكونتكتر الثاني، من راح يشتغل الكونتكتر الثاني راح شو تصير هاي النقطة؟ اوبن. من راح يصير اوبن راح يفصل التيار عن الكونتكتر الاول وعن التايمر الاول. من راح يفصل التيار عن هذين الاثنين راح شو تصير هاي النقطة مالت التايمر الاول؟ اوبن. من راح يصير اوبن راح يطفي هذا الكونتكتر، فانا اريده يبقى مشتغل الى ان يصير وقت ثاني. فاذا هاي راح شو تصير؟ راح تصير هي دائرة الاستمرارية، فبدل ما يمر التيار من هنا راح يقوم التيار يمر من هالجهة، لا، لان هاي من راح يشتغل راح تصير هاي شنو؟ كلوز. الى هنا كلش تمام. على مود يرجع يشتغل الكونتكتر الاول لازم شو اجيب؟ اجيب تايمر. هاي مبينه واضحه، اجيب تايمر اسميه T2. يعني هذا التايمر خاص بالكونتكتر الثاني اللي هو على ضوئه راح يبقى ايش قد مشتغل. يعني انت تقدر تخلي هذا مثلا ساعه وهذا ساعتين وهكذا. راح اضبطه 5 ثواني. هسه الى هنا تمام. هسه لو تشغل الدائره وتشوف، نشغل على هالوضع ونشوف شلون راح تصير. يعني انت كل ما تسوي خطوه تشغلها افضل، تكون عندك هذا النيوترال، عفوا هذا النيوترال، راح اربطه كله بالنيوترال مشترك واحد.
وصلت للنيوترون المشترك. هسه لو تشغل وتشوف، تشغل الدائرة، شغل الباور، شغل هاي مالت الكنترول، شغل الأول، اشتغل 5 ثواني صح إلى هنا تمام، اشتغل عندك ثاني، صارت تشوف التيار منين بدا يمر، شغل. شوف هسه إلى هنا وقف، ما رجع شغل لي. هسه وصل إلى الوقت المحدد، المفروض شو يسوي؟ يشغل دائرة الكونتكتر الأول. بس انت تلاحظ اذا وين اخلي النقطة مفتوحة، المفروض اخلي نقطة مفتوحة، بس وين اخليها؟ اذا اخليها هنا، اذا اخليها على التوازوية صحيحة، بس شنو المشكلة راح تواجهني؟ راح تواجهني هاي النقطة نورمالي اوبن، هاي النقطة شبيهة نورمالي اوبن، فشلون نتغلب على هالمشكلة؟ يعني هسه لو اجيب نقطة مفتوحة من هذا التايمر اخليها وين؟ هنا، من راح يصل الى الوقت المحدد اليه راح شو يصير؟ نورمال كلوز، راح يبدي يمرر التيار، راح يبدي يمر من الاتجاه هذا، يصل الى هنا صارت نورمالي اوبن، تمام، هاي نورمالي اوبن، فشلون راح يعبرته؟ فاذا غلط، ما يصير اخليها بهالاتجاه، المفروض وين اخليها؟ اخليها مني هنا تصل الى هنا، يعني من البدايه الى عبور الخارج مالت النقطه المغلقه مالت الكونتكتر الثاني، تمام. فايش راح اسوي؟ راح اجيب نقطه مفتوحه، شوف هسه هاي النقطه، اروح قلنا من هنا اضغط هاي النقطة مفتوحة، شوف هسه لو اخليها هنا على مود توضح عندك المشكلة، هنا راح اخليها على مود توضح عندك ليش ما خليتها هنا، ذاك انا اريدك يعني تفهم ما تحفظ، تمام. هاي المتابعة للتي 2، تمام، تي 2 نشغل بين، يعني الدائرة واضحة، اذا كان جايبني بيها بنص صفر، شوف اشتغل هسه راح يشتغلها صحيحه، راح تصير كلوز والدائره صحيحه، بس شنو راح تواجهني هنا؟ نور، شوف صارت كلوز ومرر التيار، بس واجهت هنا النقطه المفتوحه، ليش هاي مفتوحه؟ لان الكونتكتر الثاني شبيه اشتغل، فالافضل شنو اخليها؟ اخليها وين؟ هاي النقطه من هنا اجيبها على هنا راح تصير، ايش راح اسوي؟ راح امسح هاي، امسح هاي، تمام، اجيب هاي النقطه اخليها وين؟ هنا اخليها على ما تصير عندك واضحه، تصير واضحه الدائره، راح يدخل من هنا من الرئيس وياها، لكن ما اخليه هنا، اذا خليناه هنا نفس ما قلنا راح تواجه هاي النقطه المفتوحه، خلي وين؟ ورا النقطه المفتوحه هنا تصير. هسه لو شغل وشوف، نشغل هذا القاطع الرئيسي مالت الباور، هذا مالت الكنترول، هاي التشغيل اشتغل عندي الكونتكتر الاول، ورا فترة راح يشتغل عندي الثاني، المفروض ورا فترة يشتغل الأول، شوف اشتغل الأول، لكن ايش بيه؟ الثاني ما طفى، شلون أخلي هذا يطفي؟ شلون راح أخلي هذا يطفي؟ ما طفى عندي الكونت الأول، ما طفى عندي الأول، شنو اللي يخليه يطفي هذا؟ لو نعيد الدائرة، نعيد الدائرة مالت الكنترول شغل، شوف من يشتغل الأول 5 ثواني راح يشتغل، شوف من راح يشتغل الثاني، هنا شو يصير؟ مغلقة، التيار اللي يقطعه هو هاي الدائرة، المفروض افصل التيار من هالاتجاه، من هالاتجاه فقط، يعني من هالاتجاه اخليه فقط، فاذا اجيب نورمال كلوز مالت الكونتكتر الاول اخليها ويا التوالي ويا هذا، شوف هسه اذا اجيب نورمالي كلوز بين، يعني الدائرة جدا سهلة، زين هسه بعض السؤال ليش ما اخلي النورمال كلوز هنا؟ إذن خلينا نجرب ونشوف ليش ما صارت هنا، يعني ليش إذا خليها هنا شو تصير مشكلة؟ هسه أنا أقول لك شو تصير مشكلة، مبينة من الواضحة، بس على مود تكون الدائرة واضحة إلك، يعني تفهمها فهم مو حفظ، هاي هنا بهالاتجاه دائرة استمرارية، هذا بهالاتجاه، هذا بهالاتجاه، هسه من يشتغل الكونتكتر الثاني قلنا اللي يطفيه هو عفوا الكونتكتر الأول هنا، الكونتكتر الأول هسه راح يشتغل عندي، راح يطفي المفروض الكونتكتر الاول صح، راح تواجهني مشكله ان الكونتكتر الاول من يشتغل على مود يحول على الثاني ما راح يشتغل الثاني، هسه نجرب ونشوف، شوف هاي اوبن صارت، فحتى لو هذا الكونت ما راح يشتغل، شوف اشتغل عندي بس ما راح يشتغل عندي لان هاي اوبن محصل، ان شاء الله واضحه الفكره، فالمفروض وين اخليها؟ هنا فقط على هاي النقطه، تمام هاي هيج
اللي هي نورمالي كلوز مالتي كونتكتر الاول كي ام 1 كي ام 1 تمام. هي هنا جدا واضحه، هذا قلنا هي الربط مباشر، وهذا راح يصير على التوالي. تمام. هسه لو الدائرة، شوف هسه من راح يشتغل التايمر الأول راح يوصل لي هنا، من راح يوصل لي هنا راح راح نفس الوقت من يشتغل الكونتكتر الثاني راح يفصل التايمر عن الأول وعن الأول وعن الكونتكتر الأول، فعلى مود أعوض هاي النقطة شنو صارت هاي؟ راح يشتغل هاي فراح تصير كلوز، ما راح تصير كلوز الكونتكتر الأول هم أيضا طفى فرجعت هاي كلوز، فراح يبدي التيار يمر من هنا يشغل لي الكونتكتر الثاني. يعد الوقت راح يشغل لي الكونتكتر الأول، ما راح يشغل الكونتكتر الأول هاي راح يصير اوبن. تمام شغل. ملاحظة بالنسبة لدائرة التشغيل التنوب، أتوقع يعني هي اللي هي المشكلة راح تصير فقط بالكونتكترات اثنين، يعني لو كل ما تزيد الحمل يكون أسهل، يعني إذا ثلاثة يعني بالتناوب أو أربعة بالتناوب تصير أسهل من دائرتين، وإن شاء الله نشرح هاي الدوائر بالدروس القادمة. هسه راح نشغل دائرة الكنترول، دائرة الباور، هاي شغلنا الباور، هاي الكنترول يشتغل، شغل اون راح يشتغل، شوف هاي اوبن راح يشغل شنو عن طريق التايمر، ما يشتغل التايمر فصل التايمر الاول عوضت لي هاي النقطة، هاي النقطة صارت كلوز وهاي رجعت كلوز، وهكذا المفروض هسه دائرة تمام مشتغلة بشكل طبيعي. تمام بدأت تعيد وقتها، يعني تعيد الدائرة بشكل اوتوماتيكي، بشكل اوتوماتيكي. بقت عندنا شغلة بسيطة وهي شغلة المصابيح. لو عندي بس انها مصباح اشارة، هذا مثلا اريده بهالاتجاه وهذا اريده بالاتجاه هذا، وواحد راح اجيبه للاوفرلود. تمام هذا يشتغل ويا الحمل الاول او الموتور الاول، والثاني راح يشتغل ويا الموتور الثاني، هذا الثاني. تمام هذا راح يشتغل ويا الموتور الثاني يعني هنا. تمام هذا يشتغل ويا من يفصل للاوفرلود يشتغل، فايش اسوي من يفصل اي واحد من الاوفرلودات يشتغل، فاذا لازم بين هاي جدا سهله اجيب اوفرلودات اثنين على التوازي، هذا F1 هذا F2 راح اربطهن على التوازي، والخارج مالته وين يروح؟ على هذا المصباح، وهذا المصباح من الدخول مالته اخذها من هذا، تاخذها من هنا، هي ال95 هي صايره بصف ال97، فمباشره اسوي يعني بالحقيقه اقصد الاوفرلود الواحد هو 95 و96 و97، فاخذ من النقطه ال95 اللي هي موجوده مباشره بصف الاوفرلود يعني قريبه الها، فاخذها اسوي لها تشامبر واخذها. تمام سالي هنا تمام ماكو مشكله. هسه راح اشغل الباور، شغل الكنترول، شغل دائرة الكنترول، شغل السويتش التشغيل، اشتغل المصباح الأول هذا خاص بالموتور الأول 5 ثواني، اشتغل المصباح الثاني اللي هو خاص بالموتور الثاني، وهكذا راح تعيد الدائرة نفسها. لو في واحد فصل من الأوفرلودات المفروض تفصل الدائرة بالكامل، يعني يفصل الموتور الأول والموتور الثاني، ففصل هذا شوف اشتغل عندي المصباح الإشارة الخاص بال اوفرلود، لان عندي اوفرلود فصل وما راح يشتغل عند الموتور الاول. شوف هسه من فصل عندي الاوفرلود فاشتغل عندي هذا المصباح الخاص بالاشاره مالت الاوفرلود. بالنسبه لهذا الموتور تقدر تغير الشكل مالته، يعني هذا الموتور مو مجرد يعني اي واحد طبعا تقدر تغير، فمثلا عندي هذا الموتور راح اخليه 3 دي، اقرا عليه نقرتين اخليه 3 دي، شوف صار 3 دي، وهذا ايضا 3 دي او 2 دي تقدر تخليه هنا بهالشكل، هذا تقدر تشوفه بهالشكل. راح نشغل نشوف شنو راح يشتغل، شغل دائرة هذا الكنترول. تمام شوف نعطيك سهم انه بهالاتجاه جاي يفتر، هذا ايضا بهالاتجاه جاي يفتر. بالنسبة للدوائر الكلاسيك كنترول يمكن ان تعملها بطريقة مختلفة، لكن اهم شيء يكون عندك العمل مالته بصورة صحيحة. فمثلا هسوي نلاحظ ان التايمر الثاني يشتغل بنفس الوقت اللي يشتغل بيه الكونتكتر الاول، فمثلا هنا اقدر اخلي التايمر الثاني هاي النقطة اقدر امسحها واخلي شنو مكانها
التايمر الثاني، يعني هاي النقطة راح تصير، واجيب التايمر الثاني، التايمر الثاني هذا التايمر، التايمر الثاني عفوا النقطة مغلقة للتايمر الثاني، اروح اجيب على التايمر الثاني اجيب نقطة مغلقة واسميها T2. هسه شغل الدائرة ونشوف عملها شلون راح يكون. شغل القاطع مالت الكنترول والباور، نشغل الكونتكتر الاول اشتغل عندي بصورة طبيعية، ورا فترة راح يشتغل عندي الثاني، تمام. من يفصل الثاني اذا اشتغلت بطريقة نفس اللي اشتغلناها قبل شوي، فهنا تقدر تخلي التايمر الثاني او الكونتكتر الاول، لان يعني عندي التايمر الثاني يشتغل نفس الوقت اللي يشتغل بيه الكونتكتر الاول، يعني التايمر الثاني يشتغل نفس الوقت اللي يشتغل بيه الكونتكتر، يعني نفس الوقت من يشتغل هذا يشتغل هذا. فانت تقدر هنا تخلي التايمر الاول او الكونتكتر، عفوا التايمر الثاني او الكونتكتر الاول. ان شاء الله واضح لكم، اي سؤال او استفسار تقدرون تراسلوني على الانستغرام، موجود الرابط اسفل الفيديو. الى هنا نصل واياكم الى نهاية الفيديو، تقبلوا تحياتي والى اللقاء.